السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده اوتوديسك تينكر كاد. عندنا هنا ده 3D ديزاين وهنا سيركت تقدر تعمل حاجات خاصة بالاردينو. عندي هنا كود بلوك تقدر تبرمج حاجة زي السكراتش وهو يشتغل. هقول مثلا كرييت نيو كود بلوك، ممكن اقول له مثلا ان انا عايز اول ما نقول له كرييت نيو اوبجكت مثلا عايزين نعمل العنصر مثلا البوكس اهوت. اهو تقدر تعمل بوكس، ممكن تعمل سلندر بالشكل دوت، يعني يعمل بوكس وسلندر. او ممكن نقول له بقى عايزين حاجات موديفاي، يعني عايزين نعدل، ممكن نقول له مثلا موف، فهو بعد ما يعمل الشكل يبدأ يحركه مثلا 50 وهنا 50 وهنا 50. وبعد كده ممكن نقول له اعمل لي حركة روتيت وابدأ اشوف الزاوية اللي عايز يتحرك فيها، وعايز يتحرك في الاكس ولا في الواي ولا في الزد. وممكن اقول له انا عايز سكيل، نقول له مثلا 2 2 2، تمام. طيب ممكن نقول له احنا عايزين الحاجات دي ريبيت بالشكل دوت، تمام، بحيث ان احنا اول ما نبدا اهوت نبدا نعمل الشكل، ندوس على علامه التشغيل يبدا يعمل الشكل، يبدا يحركه ويبدا يكبره وهكذا، تمام. احنا عايزين نعمل ريبيت كام مره؟ مثلا 5 مرات. نقول له مثلا اشتغل، يبدا يعمل شكل، يحركه، روتيت، سكيل وهكذا. فده بيساعدني ان انا اقدر اعمل برمجه بدون كود، وهتلاقي حاجات مثلا زي الماس، حاجات خاصه بالداتا، حاجات خاصه بالمارك اب، الشيب تقدر تعمل اي شكل انت حابب تعمله بسهولة إن شاء الله.